ماذا سنعمل بعد الدراسه؟ طالب الاول، ماذا سنعمل بعد الدراسه؟ طالب ثاني، انا ادرس الطب في كليه الطب، ساعمل طبيبا ان شاء الله. الطالب الثالث، انا ادرس الصيدله في كليه الصيدله، ساعمل صيدليا ان شاء الله. الطالب الرابع، انا ادرس التمريض في كليه التمريض، ساعمل ممرضا ان شاء الله. الطالب الخامس، انا ادرس الهندسه في كليه الهندسه، ساعمل مهندسا ان شاء الله. الطالب السادس، انا ادرس في كليه الطيران، ساعمل طيران ان شاء الله. الطالب الاول، انا ادرس التربيه في كلية التربية، سأعمل مدرسا إن شاء الله.